لا، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله نبدأ بسم الله أول فيديوهات الكورس بتاعنا، وهو انستريشن أودو لبيئة الديفلوبمنت. تمام، لازم نعرف قبل ما نبدأ إن إحنا عندنا أودو بيتفطر لكذا بيئة. في بيئة الديفلوبرز زي ما شفنا في الفيديو الماضي، أو بيئة الامبلمنتيشن، بيئة الامبلمنترز، أو البرودكشن للعميل النهائي. كل بيئة لها تصطيبها الخاص. تمام، فخلينا نبدا بسم الله. احنا ديفلوبرز، فاحنا بنسطب اودو لبيئه الديفلوبرز، البيئه اللي هتساعدنا ان احنا يعني ان احنا نقدم ال اعتذر ان احنا نقدم الاودو بطريقه سهله، وان احنا نعرف ناكسس الفايلات بسرعه، وان احنا نعرف نعدل بسهوله. فدي ليها طريقه تسطيب مختلفه. تمام، طيب فين الستارتنج بوينت بتاعتنا؟ هيك تفتح البراوزر بتاعك وتكتب اودو ديفلوبمنت دوكيومنتيشن، هيروح لنا على طول اوتوماتيك على الاودو ديفلوبمنت الدوكيومنتيشن الرسميه بتاعت اودو. حضرتك تفتح الدوكيومنتيشن، تتاكد ان انت واقف على الفيرجن رقم 13. تمام، وزي ما شفنا في الفيديو اللي فات ان احنا عندنا مجموعه من الاصدارات، فاحنا شغالين في التوتوريال بتاعنا على اخر اصدار ظهر لحد الان، اللي هو الاصدار 13. طيب احنا هنبدا منين؟ احنا هيكون عندنا اول حاجه ده الديفلوبر دوكيومنتيشن. ان شاء الله هنذاكر مع بعض كل التوبكس اللي موجوده في هذه البيج. يعني هنبدا من البيلدينج او موديول، ده اول حاجه بتاعتنا هنبدا منها. تمام، طيب قبل ما نبدا هنا لازم اول حاجه this tutorial requires having installed Udo، لازم اكون مسطب اودو عندي. تمام، طيب انا هدخل اودو، ادي زي ما قلت لحضرتك عندي مجموعه من طرق تسطيب اودو، حاجه اسمها اونلاين، حاجه اسمها باكج انستولرز، حاجه اسمها سورس انستول، واخر حاجه اسمها دوكر. احنا كديفلوبرز يهمنا جدا السورس انستول، فاحنا حضرتك هتروح على طول على السورس انستول. تمام، طيب بعد كده السورس انستول بيقول لنا ايه؟ ان عندنا بيئه العمل المختلفه سواء كانت ويندوز او لينكس. احنا انا شغال على لينكس، فانا هقول لكم طريقه العمل على لينكس، او ازاي تشتغل على لينكس، او ازاي تسطب اودو على لينكس، وطريقه ويندوز موجوده. تمام، طيب خلينا نبدا اول حاجه في لينكس. ان انت اول حاجه هنحتاج اربع حاجات اساسيه قبل ما نقرا الدوكيمنت. هنحتاج اربع حاجات اساسيه علشانك نسطب اودو عندنا على الجهاز. اول حاجه ان يكون بايثون 3.6 او above or above مسطب عندنا. تمام، تاني حاجة database اسمها PostgreSQL database. تالت حاجة PyCharm IDE، ده اللي هو تسطيب PyCharm. آخر حاجة الأودو كود من الـ Git repository. تمام، طيب ليه استخدام كل واحدة؟ الـ Python 3.6 ده احنا قلنا في الـ إن أودو بيزد على بايثون، فلازم أسطب بايثون. وزي ما احنا عارفين إن بايثون 2.7 ده خلاص مات في أول في شهر فبراير، سوري في شهر في اخر 2019، وطلع بداله ومش بداله يعني، هو موجود 3.6 بقى هو دلوقتي الاوفيشال، وان البايثون بتدعمه. تمام، لازم يكون متسطب، واودو 13 بيحتاج 3.6 من اول اودو 11، ولازم تكون عندك بايثون 3. اودو 13 محتاج بايثون 3.6 اور اباف. تمام، يعني اور اباف يعني ايه؟ يعني 3.7 يمشي و 3.8 يمشي. كويس، طب تاني حاجه عندنا البوست بي اس كيو ال داتابيز، يعني الداتابيز اللي انا بشتغل عليها اللي بتكونكت باودو، علشان طبعا حضرتك اكيد عندك خلفيه برمجيه وعارف يعني ايه داتابيز بترتبط بالمشروع بتاعي. تالت حاجه الاي دي اي اللي انا هشتغل عليه، هو انا افضل باي تشارم، في مجموعه من الاي ديات الاي ديز الجميله، بس انا احبذ باي تشارم لسهوله التعامل معاه وقوته. ثم اخيرا الاودو كود، ان انا هنزل الكود بتاع اودو عندي على الجهاز، بحيث ان انا اقدر اديفلوب عليه، وان انا ازود عليه الفيتشرز اللي انا عايزها. تمام، فدي الريكويرمنتس الاساسيه اللي احنا هنحتاجها في الكورس بتاعنا. طيب اول حاجه هو بيقول منين، انا هبروفايد اللينكات اللي انا قلت عليها لحضراتكم دي، لينك كل حاجه في الديسكربشن تحت الفيديو. تمام، هادي ادي البايثون، ينزل البايثون منين. تمام، وادي بيقول لك نزل هنا، اعمل كلون للريبوزيتوري من مشروع من على الجيت بتاع مشروع. وهنا ازاي تسطب البوست جي داتابيز، هتنزلها وتعمل لها انستليشن. وانا طبعا مش هقرا، يعني سامحوني مش هقرا تفاصيل، لان التفاصيل موجوده والكومنتس سهله جدا ومعروفه. تمام،
ثم اخيرا ادي ثم الداتابيز اهي، وبعد كده في الاخر رانينج اودو على الايه، على الباي تشار. انا هفترض ان حضرتك نزلت كل حاجه تمام، نزلت البايثون ونزلت الاودو ونزلت الاي دي اي ونزلت الايه، نزلت الحاجات كلها المطلوبه والبوست جي طبعا تمام. طيب ازاي نعرف ان كل حاجه اتظبطت؟ اول حاجه الباي تشارم بينزل هنا، مجرد ما تنزله فهو هينزل اوتوماتيك تمام، مجرد ما تفتحه هيفتح قدامك تمام. هتعمل اول ما تفتح باي تشارم اول مره هيسالك شويه اسئله بخصوص ان ده ايه الشكل اللي انت عايزه، ايه تستخدم باي تشارم في ايه، فانت ايه قول له يعني ايه، اعدي كل هذه الخطوات. بعد كده اول ما تفتح باي تشارم اول مره تدوس على فايل، بعد كده اوبن، بعد كده تختار المشروع بتاعك هنا اودو 13 تمام، ومجرد ما تعمل له اودو 13 تعمل له امبورت، فهي على طول هيجي اودو 13 قدامك تمام. طيب بعد كده دي اول خطوه ان احنا ايه هتمبورت اودو 13 عندك في المشروع. تاني حاجه هتفتح فايل جوه الديبيان جوه اودو دوت كونف، ده فايل مهم جدا. ده من خلال الفايل ده اللي هتقدر تعمل كونفيجريشن، كأنك هتخلي الجهاز بتاعك كسيرفر صغير بتران عليه الاودو تمام. فبرضو الديسكريبشن بتاع الكونفيجريشن فايل ده، انا كنت عامل فيديو تاني مطول مدته 40 دقيقه، انا احبذ ان انت حضرتك تروح تسمعه، الفيديو فيه تفصيل عن كل اللي انا بقوله ده تمام. بعد ما تعمل الكونفيجريشن فايل دي وتظبط البيئه بتاعتك تمام، حضرتك هتكون قادر ان انت تران الاودو اول مره من خلال الباتون اللي فوق ده. ممكن تعمل كونفيجريشن، الكونفيجريشن مشروحه في الفيديو الثاني بالتفصيل، فيديو 40 دقيقه بيشرح كل حاجه بالتفصيل في الانستليشن. مجرد ما تدوس هنا هتلاقي ان اودو دلوقتي شغال تمام. لو فتحت اودو في براوزر جديد هنا لوكال هوست سوري 8069 هيفتح اودو عندي اهو. لوج اوت بس ده اودو، دي صفحه البدايه بتاعت اودو تمام. هتلاقي دي صفحه البدايه عندك ان انت تنشئ داتابيز جديده. انا هننشئ داتابيز مع بعض وليكن اسمها تيست. دخل الادمن كريدنشال، ادمن هنسمي ادمن وادمن. بعد كده هنا الكانتري ايجيبت ممكن تختارها ممكن ما تختارهاش، اعلم على ديمو داتا دي في الاول، بعد كده تقول له كونتينيو علشانك تدخل جوه. هياخد شويه وقت مش كتير على حسب قوه الجهاز بتاعك علشان ينشئ الداتابيز الجديده تمام. بس انا هاخدكم سريعا جوه اودو، يعني رحله سريعه كده، وفي فيديو الفيديو المفصل اللي مدته 40 دقيقه هحط اللينك بتاعه على الفيديو، بحيث ان انت تقدر ترجع له وتبص على الانستليشن كاملا بالتفصيل. انا قايل يعني شارح الانستليشن بتاع اودو كاملا تمام. مجرد ما حضرتك بتختار الداتابيز اللي اسمها تيست والكريدنشال اللي انت لسه مدخلها ليها ادمن وادمن، تقدر تخش على اول داتابيز بتاعتك. تخش على الداتابيز بتاعتك هنا، دي مجموعه من كل الابلكيشنز الموجوده في اودو، سي ار ام خدمه العملاء والويب سايت الموقع والبروجكت المشاريع والتايم شيت الموظفين. هنا عندنا المخزن الانفنتوري والباركود سكانر علشانك لو بتستخدم باركود، هنا الانفويسنج الفوتره والاكاونتنج الحسابات، المانفيكشرنج التصنيع، والام ار بي تمام اللي هو الورك اوردر، البرودكتيفيتي الكواليتي، السيلز المبيعات، الاستوديو بوينت اوف سيل نقطه البيع النوت. بص هنا دي كل تقريبا الحاجات اللي احنا محتاجينها في اي اي ار بي. احنا طبعا شغالين كوميونتي اديشن، حضرتك تعرف ازاي ان اللي مكتوب عليه ابجريد ده انتربرايز، فاحنا يعني المسموح لنا ان احنا نسطبه هو اللي هو مكتوب عليه انستول، زي البروجكت مثلا او الويب سايت او الانفنتوري او الانفنتوري او المانفاكشرنج او السيلز. طبعا الكوميونتي بيديك برضو قوه شديده ان انت تقوم البروجكت بتاعك بدون حاجه للانتربرايز. ف يعني برضو يعني مثلا لو هنفترض ان انت شركه عايزه تقوم مشروع كوميونتي اللي هو فور فري اللي هو اوبن سورس موجود، فانت عندك خدمه العملاء والمشاريع وعندك ويب سايت بينزل وعندك مخزن
وعندك فواتير بتطلع، وعندك تصنيع، وعندك مبيعات، وعندك نقطة البيع، وعندك المشتريات، وعندك الاي كوميرس والموظفين، ده كله موجود، والريكروتمنت، والحضور والغياب، والحضور والانصراف، والمصاريف، والداشبورد، الاجازات بتاع الموظفين، الكونتاكتس، السكيل مانجمنت بتاعت الموظفين بتوعك، عندك الاس ام اس ماركتنج موجوده برضو في الـ في الكوميونتي. ايه تاني موجود في الكوميونتي؟ عندنا سيرفي للموظفين او للعملاء، هنا المينتيننس، والكالندر الكالندر فيو يعني، والاي ليرنينج موجود كمان كوميونتي. يعني اللي انا عايز اقوله ان الكوميونتي برضو غني جدا جدا، واحنا هدفنا في الكورس بتاعنا ان احنا نطور على الكوميونتي، وان احنا نضيف الفيتشرز اللي احنا عايزينها. تمام، خلينا نسطب موديول واحد سريعا جدا ونشوف، مثلا وليكن موديول الموظفون، فانا هدوست انستول، مجرد ما اعمل انستول كده هي السيستم هيلود لحظيا، بعد كده هيفتح معايا سيستم، معايا شاشة الموظفين. هنا هتلاقي هنا زي ما قلت لحضراتكم ان احنا هنعمل كأننا عاملين البايتشارم كسيرفر صغير، هنا عمال يلود، ويبقى ان شاء الله في الكورس بتاعنا هنتعلم ازاي نقرا السيرفر ده، يعني السيرفر كونفيجريشن فايل بتاع السيرفر ده، سوري اللوج فايل بتاع السيرفر ده ازاي نقراه. تمام، وانس ان هو بيخلص، فبيجي هنا حضرتك بتشوف ان هو بيبدأ يضيف لك تابات هنا على في التابات الاساسيه، هنا تابات الموظفين، حضرتك تبدأ تفتح. احنا لو تفتكر ان احنا واحنا بنعرف الداتابيز كنا معرفين على تشيك بوكس اسمه ديمو داتا، فهو بينزل اوريدي بمجموعه من الديمو داتا الموجوده. فعندنا موظفين مثلا، هنا تعريف الموظف، تقدر ان انت تعرف موظف مين، اسم الموظف، عنوانه، القسم اللي شغال فيه، مين مديره، البرايفت انفورميشن بتاعته، عنوانه، ايميله، ورقم تليفونه، رقم الباسبور، وده كله ده مجرد حاجات تعريفيه. تمام، اودو بيدينا فيتشرز كتير قوي في التنقل ما بين المنيوز، او عندنا او السيرش بانل دي، او عندنا الحاجات او العرض، طريقه عرض الداتا. يعني ان شاء الله ارجو ان الفيديو، ان الكورس بتاعنا يكون يعلمنا ازاي نقدر نأدت على الحاجات الموجوده، وان احنا نعمل حاجات من البدايه. يعني حاول كده تتفرج على الفيديو ال40 دقيقه، هيديك معلومات اكتر عن الانستريشن لو عندك اي مشكله، وتقدر تحت في تحت تقدر في الكومنتات تقول لي لو عندك اي مشكله، ان شاء الله هقدر ادخل معاك واساعدك ان احنا نعملها مع بعض. شكرا جزيلا، وابدا جهز حالك لننطلق ان شاء الله من الفيديو القادم ان احنا نكتب اول كود الخاص بأوتو. شكرا جزيلا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.